فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث الذي كنا قد وقفنا يعني عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا حرف تحقيق كما يقول علماء اللغة، حرف تحقيق يدل على تحقيق وقوع الشيء. وهي الأصل في إذا بأنها تدخل على الجمل الفعلية، لأنها يعني إنها إضافة لما يستقبل من الزمان لكنه غير جازم. يبقى طالما أنه مضمن معنى الشرط، هو مضمن معنى الشرط لكنه ليس شرطا جازما. فطالما أنه مضمن بعد الشرط يبقى يدخل على، يختص بدخوله بالجمل الفعلية. نعم يعني طيب، لذا قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. يبقى هنا جاء على الأصل. طيب ماذا نفعل في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار طلت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت؟ دخلت هنا عليه على الجمل الإسمية ولا لا؟ يبقى هنا جاءت على خلاف الأصل. فالعلماء هنا يقولون في هذه، في دخولها على الجمل الإسمية، هنا فعل محذوف يفسره ما بعده، هنا فعل محذوف يفسره ما بعده. إذا الشمس كورت، يعني التقدير إذا كورت الشمس، لكن يعني حذف الفعل لوجود ما يدل عليه وهو الفعل بعد الإسمي. إذا دخوله على الجمل الإسمية على خلاف الأصل، لذلك يقدر بعدها فعل من جنس ما بعده، من جنس ما ورد في السياق. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إقبال الليل من جهة المشرق وأدبار النهار من جهة المغرب، هما متلازمان ولا لا؟ متلازمان، يعني لا يقبل الليل إلا ويدبر النهار، ولا يدبر النهار إلا ويقبل الليل. إذن إقبال الليل وإدبار النهار متلازم. طب لماذا لم يقتصر النبي صلى الله وسلامه عليه على أحدهما؟ وذلك لتأكيد إفطار الصائم عند تحقق غروب الشمس، لأن أحيانا قد يقبل بعض الليل لكن لم يقبل بالكلية. لكن إذا الشمعة، إذا أقبل الليل من هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من هنا، يعني من جهة المغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إذا أقبل الليل من هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من هنا من جهة هنا، يعني من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. لذلك عند البخاري في الصحيح، في رواية البخاري الذي تدل على أن المقصود من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لتحقق غروب الشمس، وردت رواية البخاري وفيها: وغربت الشمس إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن يبين النبي صلى الله عليه بأن إقبال الليل وإدبار النهار هما متلازمان، ويعني وتحقق غروب الشمس هذا سبب لإفطار الصائم. والسؤال هنا قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم، هل المقصود بذلك أنه أفطر حقيقة أو حكما، أم أن هذا خبر يراد به الأمر؟ هناك فرق بين الأمر. فقوله فقد أفطر الصائم قد حرف تحقيق، أفطر الصائم يعني تحقق إفطار الصائم، لكن هل المقصود من ذلك؟ هنا اللفظ يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه أفطر حكما حتى ولو لم يفطر حقيقة. لماذا؟ يعني بمعنى أنه هو أفطر، أما تناوله شيئا من المفطرات فهذا لامتثال الأمر، وإلا فهو حكم المفطر. يبقى هذا الاحتمال الأول الذي يتناوله اللفظ، أن الإفطار هنا فقد أفطر الصائم، الإفطار هنا حكمي، يعني حكمي معناه أنه يحكم عليه بأنه مفطر حتى ولو لم يتناول شيئا. والقول الثاني أن هذا خبر فقد أفطر الصائم بمعنى الأمر، وأحيانا ترد الأخبار بمعنى الأوامر. قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ولله عن سحج بيت من استطاع اليه سبيلا ولله عن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله عن سحج بيت من استطاع اليه سبيلا وما كفى فان الله غني عن العالمين. قوله تعالى يعني فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. طب هذا خبر ولا لا؟ خبر، لكن معناه ايه؟ فامنوا الداخل. فهذا خبر يراد به معنى الامر. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد افطر الصائم هذا خبر يراد به، اي فليفطر الصائم، فليفطر حينئذ الصائم. اذا قلنا بان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقد افطر الصائم انه افطر حكما، فهذا يترتب عليه ان الوصال في الصيام باطل ولا لا؟ باطل، لانه قد افطر حكما، يترتب عليه بأن من أراد أن يواصل فإن وصاله باطل لأنه في حكم المفطر، فكيف يواصل حتى ولو لم يتناول شيئا. وإذا قلنا بأنه خمر بمعنى الأمر، نعم، فمعنى هذا إن يجوز له الوصال، يعني بأنه لو واصل يبقى يصح وصاله ما لم يرد دليل على النهي. طبعا ورد دليل على النهي عن الوصال كما في الحديث الذي يليه. الوجه الثاني هو الأقوى، بأن هذا خبر يراد به معنى الأمر. إذن فقد أفطر الصائم يعني معناه فليفطر الصائم. ودل على وهذا الحديث يدل على ما دل على حديث الذي قبله، حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن هذا الحديث أيضا يدل على المعنى الذي دل عليه الحديث الأول، هو مشروعية تعجيل الفطر، وأن تعجيل الفطر من خصال السنة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى بقوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وعند البخاري في رواية البخاري وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وذكرنا بأن هذا خبر بمعنى الأمر. الحديث الثاني طبعا ويعني هنا في يعني ترتيب المصنف الاحاديث فيها نظر وفيها يتامل، نعم. فلما كان فقد افطر الصائم ذكرنا بانه يعني يحتمل انه افطر حكما وبالتالي يكون الوصال باطلا، ويحتمل انه خبر بمعنى الامر وهو الارجح، نعم، فيكون حينئذ يعني يكون النهي عن الوصال بدلاله اخرى، يعني يستحب له، يعني يكره الوصال مع هذا الحديث، لأنه فقد أفطر الصائم يعني فليفطر الصائم. إذن مواصلة للصيام بعد ذلك مكروه، لا سيما وقد اقترن به بما يدل على النهي عن الوصال والحديث الذي يليه. عن عبد الله، احنا فهمنا الفرق بين الأمرين. الأمر الأول بأنه اللي يدل على أن الوصال باطل، الوصال وهو إيه؟ مواصلة الأيام دون الفطر في النهار. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو صوم يومين أو أكثر، نعم، يعني بالليل والنهار، فيسمونه وصالا لأنه وصل الليل ووصل النهار بالليل في وصل الليل بالنهار في صيامه. الصيام المشروع هو الصيام يعني فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصيام المشروع هو فقط محله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما الوصال فالصوم فهو أن يصل الليل بالنهار بصيامه، يعني لا يتناول شيئا في الليل مع صيامه بالنهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. نهاهم عن ذلك. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا أمرهم بما 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 هو مشروع، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هنا حرف غاية، وحرف الغاية يدل على أن ما بعدها
أن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها، فما بعدها يعني حتى فكل وشبه ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى بعد الليل إيه؟ فطر، لأن هذا معنى حذف الغاية، أن حكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها، فلو واصل يبقى هنا يعني يعني فأين إذا خالف ولا لا؟ خالف، لأن حذف الغاية دل على اختلاف حكم ما بعد حذف الغاية عن حكم ما قبلها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال لهذا المعنى، ولأنه يؤدي إلى إضعاف المسلم. والسؤال هل تعبد الله سبحانه وتعالى الناس بالصوم خاصة، ولا الصوم هو عبادة من ضمن العبادات؟ الصوم عبادة من ضمن العبادات، والمسلم مأمور أن يقوم بما أمره الله عز وجل من العبادة. فلو استغفر جهده وطاقته في الصوم فقط لأدى ذلك إليه، لأدى ذلك إلى تعطل كثير من العبادات. الحديث الذي تلي هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سوف يحقق لك هذا المعنى. فلذلك لو صام هيضعف، قد يضعف عن الصلاة، يضعف عن الذكر، يضعف عن طلب العلم، يضعف عن مواصلة أموره في الحياة وتكسبه، وأن يقوت من يعول. نعم، هذا يا مشهود، الواحد لما يعني إذا استبد به الجوع بيأذي ولا لا؟ ممكن يأذي، يكلم نفسه يعني بسبب الأمور اللي اختلطت عليه. نعم، فلذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل. طيب كيف أنت تنهان عن الوصال وأنت تواصل عليه الصلاة والسلام؟ وهذا فيه دلالة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي والقدوة. فلذلك استدل الصحابة على جواز الوصال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما نهاهم قالوا يا رسول الله، سألوه متعجبين إنك تواصل، يعني إنك تواصل، هذا يدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله وسلامه عليه أنها للتأسي والقدوة. وهذا يعني بادي في الحديث إنك تواصل. نعم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل خاص به وليس مشروعا لكم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية إني أطعم وأسقى، يعني الفعل هنا بني لما لم يسمى فاعله، هذا أولى من تسميته، بني للمجهول. يعني لماذا؟ لأنه خلق الإنسان ضعيفا، من اللي خلق الإنسان؟ مجهول؟ لا، يبقى هنا لم يسمى فاعله. لماذا؟ هناك أغراض للعلم به، فالذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، هناك أغراض للبناء لما لم يسمى فاعله. وفي رواية عند البخاري إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. فهذا دل على أن يعني هنا أيدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعاله للتأسي، لكنه أخبرهم إيه؟ بماذا؟ قال إني لست كهيئتكم، فأخبرهم أن هذا الفعل يخصه دون سائر أمتي. وهذا يدل على أن الخصوصية، على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي والقدوة، وأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل يدل عليه. يعني لا يدعي أحد على أي شيء من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خاصة به. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة سوف نطالبه بالدليل. لماذا؟ لهذا الحديث، قال إني لست كهيئتكم، يبقى بين لهم السبب لماذا أواصل وأنتم لا تواصلون، لأني أختص عنكم بخصائص. ومثل هذا قوله صلوات الله وسلامه، ومثل هذا قول الله تعالى في شأن نبيه صلوات الله وسلامه عليه، في شأن من أباح الله عز وجل يعني نكاحهن للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومثل ذلك الزيادة على أربع في النكاح، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام بإجماع الأمة. نعم، ولذلك قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء لعموم الأمة مثنى وثلاثة ورباع. النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعة من النسوة. لماذا؟ خصائص
عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إني لست كهيئتهم، إني أطعم وأسقى. وهنا اختلف العلماء، هل هذا الطعام والسقي، هل هذا الطعام والسقي حقيقي كما هو ظاهر من الحديث؟ لأن الأصل وحمل الكلام عليه الحقيقة، والحقيقة هي ماذا؟ الحقيقة هي المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك، أول معنى يتبادر إلى ذهنك فهذا الحقيقة. ولذلك يعرفونها بتعريف آخر بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له، وهذا واستعمال اللفظ فيما وضع له معناه بأنه هي أول ما يتبادر إلى ذهنك فهذه الحقيقة. فظاهر الحديث ماذا؟ أن هذا طعام وشراب حقيقة، إني أطعم وأسقى. فهذا أحد القولين. القول الثاني اعترضه العلماء، قالوا كيف يطعم ويسقى وهو يواصل عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان يطعم ويسقى فكيف إذن انتفى الوصال في حقه عليه الصلاة والسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأنه يواصل ولا لا؟ أثبت بأنه يواصل، نعم. وفي الحقيقة هنا، ولذلك ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغيره إلى أن الطعام والشراب هنا لا يقصد به الطعام والشراب الحقيقي، وإنما ما يمنحه الله عز وجل من محبتي ومن تعبدي والانشغال به وبذكره وبطاعته، فيشغله الله سبحانه وتعالى بذلك عن الطعام وعن الشراب. كما قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الزاد وتنهيها عن الشراب وتنهيها عن الطعام والزاد. إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء إلى أن المقصود هنا بالطعام والشراب ليس الحقيقة، وإنما ما يمنحه الله عز وجل من محبته ومن الشوق إليه ومن التعبد إليه والتضرع إليه ما يشغله عن الطعام وعن الشراب وعن الزاد. لذا قال إني أبيت إني أطعم وأسقى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بأنهم العلة في نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الوصال، وأنه هو يواصل. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الفعل من خصائصه فلا يشرع للأمة الاقتداء به، فهل اقتدت به الأمة في زيادة على النكاح؟ لو أن رجلا زاد على 4 في النكاح لكان زانيا، وهل يشرع له نكاح المرأة أن تهب امرأة نفسها يعني لرجل بلا عقد ولا شيء؟ لا ولا ولي، لا يشرع هذا. فهذا من خصوصه عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه في الوصال واصل بهم يوما أو يومين، واصل بهم يومين كالمنكل بهم، يعني كان يواصل بهم يومين كالمنكل بهم. وقال ولمسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري كنية أبو سعيد رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته، من المكثرين بالحديث في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحابة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فمن أفأيكم أراد أن يواصل، وهذا يدل على أن الأصل هو منع الوصال، ولذلك استدل العلماء بذلك على كراهة الوصال. ومن أراد أن يواصل فليس له أن يواصل إلا فقط إلى الصحابة، يعني بدل ما يأكل أكلة عند الإفطار وأكلة عند السحور يأكل فقط أكلة واحدة فقط عند الصحابة يكتفي بها فيتقوى بها جسده. فأيكم أراد أن يواصل أن يواصل إلى 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 الصحة. الحديث يدل على النهي عن الوصال، والنهي والأصل في النهي التحريم. وهنا اختلفت أقوال أهل العلم في حكم الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. الوصال مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه من خصائص. إذا اختلافه في حكم الوصال لأحد الأمة، فاختلفوا على ثلاثة أقوال. قول الأول جواز الوصال، وبه يقول عبد الله بن الزبير وجماعة من التابعين،
ذهبوا إلى جواز الوصال. طيب كيف استدلوا، ما هي أدلتهم على جواز الوصال رغم أن حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؟ استدلوا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أذن لهم في الوصال حتى السحر، قال من أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فهذا مشروع، فهذا يدل على مشروعيته. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما أو يومين، فقالوا إنه لو لم يكن مشروعا لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني هو التحريم، هو تحريم الوصال. وبه يقول أئمة ثلاثة، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى، يقولون بتحريم الوصال، ويستدلون على ذلك بماذا؟ بهذه الأحاديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وبين ولما أراد أن يوصل قال إني لست كهيئتكم. إذا هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. أيضا الفريق الأول ذهبوا إلى الذين ذهبوا إلى جواز الوصال استدلوا بأن النهي هنا لا يوصف به التحريم، لما ثبت عند عائشة، لما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بهم، نهى عن الوصال رحمة بهم. قالوا هذا من باب إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النهي هنا لا يقصد به التحريم، وهذا قول أصحاب القول الأول. قول الثاني وهو قول أئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى تحريم الوصال، أن يواصل الليل بالنهار صائما لا يفطر. ذهبوا إلى تحريم الوصال واستدلوا بهذه الأحاديث التي وردت، وأن هذا يخالف ما أمر الله جل وعلا به لأحد الأمة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. القول الثالث وهو يتوسط بين القولين، وأن من أراد أن يواصل فله أن يواصل إلى السحر، ويحرم الزيادة على السحر فقط. والقول الثالث يقول به الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، وهو قول يعني يقول به كذلك بعض المالكية، أن من أراد أن يواصل فليواصل فقط إلى السحر. القول الثالث هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، لأنه القول الذي يتوافق مع الأدلة. هو يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال أذن له، قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فهذا يدل على أن الوصال عموما ممنوع، لكن الإذن جاء فقط لما ألح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يواصل إلى السحر. فلذلك ذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وقول لبعض المالكية بأنه من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر إذا كان له قوة وتحمل لذلك. والقول الثالث كما ذكرنا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما أو يومين، فإن هذا لا يستدل به على مشروع الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل بهم. والقاعدة إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، طالما أنه في احتمال في الدليل يبقى لا يستدل به على هذا. نعم. والأصل هو عموم النهي عن ذلك، وتوجيه عائشة رضي الله تعالى عنها لا ينافي التحريم، نعم نصلي رحمة بهم لا ينافي أن الحكم هو التحريم. والقول الثاني أن النهي عن الوصال عموما نعم يعارضه رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فقول أبي سعيد في هذه الرواية دلت على جوازه، ولذلك القول الثالث هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، وأن الوصال مكروه، وإنما لم يعني مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والذي يعني جعل التحريم إلى الكراهة من أراد فأيكم أراد أن يواصل، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم جنس الوصال ولا لا؟ أثبته لكنه وقته إلى السحر. إذن ليس للمسلمين أن يواصلوا بعد السحر، من أراد أن يواصل منهم فليواصل إلى السحر، يعني يأكل أكلة عند السحر، لكن ليس له أن يصل الليل بالنهار صائما لنهي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. والحديث هنا يدل أيضا على كراهة التعمق والتشديد على النفس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال القصد القصد تبلغه، وكان حب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كانت تحب الاعمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادوم، كان يحب العمل الي عليه السلام ادومه ادوى، يعني كان حب العمل الي او احب العمل الي ادومها وان قل. وكان عمل النبي صلوات الله وسلامه عليه ديمة. اذا الحديث يدل هنا على عدم جواز التشديد على النفس، والتشديد على النفس يعني قد يؤدي بصاحبه، قد ينقطع الامر بصاحبه، قد ينقطع الامر هي بصاحبه. ولذلك الله جل وعلا ذم النصارى في كتاب الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ومن هذا المعنى نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن النذر، رغم انه امر بالوفاء به. لماذا؟ لانك اوجبت عن نفسك شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، وقد تضعف عن هذا الامر. وفي الغالب الذي يوجب عن نفسه شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لا يعان على هذا الامر، فيكون في هذا تشديد على النفس. ولذلك لما شدد النصارى على انفسهم شدد الله عليه. فالحديث دليل ايضا على ان العباده اذا شرعت على صفه فلا يجوز يعني تغيير هذه الصفة التي شرعت علي العبادة لا بالزيادة ولا بالنقصان، وأن الزيادة على قدر المشروع في العبادة كالنقصان منها. وهذا يدل على أن العبادات توقيفية، يعني تفعل كما أمر الشارع صلى الله عليه وسلم. وهنا نازلة تتعلق بهذا الأمر، هنا يعني هناك نوازل نزلت بالمسلمين تتعلق بهذا الحديث. من النوازل التي نزلت بالمسلمين والتي تتعلق بهذا الأمر مسألة الإضراب عن الطعام كوسيلة لنيل بعض الحقوق المسلوبة، وهذه أفعلها بعض الناس في المقهورين والمأسورين، ويعني بعض الناس المقهورين ويعني والمأسورين. مسألة الإضراب عن الطعام هذه لها أصل، أصل الإضراب عن أصل هذه المسألة غير مشهور أصل المسألة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الضرر وإلى إتلاف النفوس، وقد تؤدي إلى الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا دواء. فهذا كحكم مسألة من ناحية الشرع. ولكن مثل هذه المسائل لا ينظر إليها فقط من حيث الدليل، وإنما ينظر إليها أيضا من ناحية السياق والقرائن. بمعنى إن الإنسان هذا الإنسان الذي يضطر إلى فعل ذلك هو قد يعيش أوضاعا مأساوية أشد عليه من الطعام ومن الشراب، كحرمانه من أبسط حقوقه، مثلا حرمانه من النوم أو حرمانه من رؤية أهله أو ولده، أو التضييق عليه أو الإهانات المتكررة ونحو ذلك. صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يعافي المسلمين جميعا رب العالمين، وأن يفك أسر المسلمين وأن يفرج هم المهمومين منهم، وأن يفرج كرب المكروبين منهم يا رب، وأن يرد جميع المأسورين ويعني إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يرد المهجرين عن بلدانهم من المسلمين إلى ديارهم ردا جميلا. لأن سلاح التهجير الآن بيستعمل، وسلاح من قديم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فبيقرر الناس يعني يخيرون بين الكفر وبين التهجير، فإذا اختاروا الإسلام ولم يختاروا الكفر هجروهم عن ديارهم كما فعل أسلافهم من الأمم الكافرة. وعلمنا ما يعني عقوبة الله جل وعلا ونقمته بهؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يهلك هؤلاء المجرمين الذين يهجرون المسلمين عن ديارهم يعني هلاكا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم آية من عجائب قدرته. فالشاهد أن مسألة الإضراب عن الطعام كمسألة كما علمتم، ولكن ينظر إلى القرائن والصيام. قد يكون الناس الذين يقومون بذلك هم أدرى بمثل هذا، يعني هم عندهم تقدير لهذه المسألة، وأن هذه بتستعمل كوسيلة ضغط على هؤلاء، وليس في أيديهم وسيلة يعني يا ميرا. نعم. ف
يعني قد يكون يعني مضطرا في بعض الأحيان إلى فعل هذا، ولذلك مثل هذا يبقى يقدره أهلها وتقدر على حسب المصالح وعلى حسب المفاسد. نعم، المهم ألا يؤدي هذا الأمر إلى الإهلاك أو إلى الموت، لأن في هذه الحالة يكون متسببا في قتل نفسه، وهذا غير مشروع. لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذلك يعني لا نطلق القول بإطلاق أن الناس ديت يعني عصاه وأن هؤلاء يعاصمون، لا، المسألة فيها نظر وفيها تعلق. مثل هذا الأمر ومثل هذه الأمور يعني تحتاج إلى تقدير، والأمور بمصالحها ومفاسدها. فإذا غلبت المفسدة فيكون الأمر غير مشروع، وإذا غلبت المصلحة فيكون الأمر مشروعا. وهذا هو القول المتوسط في هذه المسألة، ويقول به البعض من أهل العلم بأن هذه المسألة من حيث الأصل، من حيث الدليل، فلا يجوز مثل هذا، إلا لكن ينظر إلى 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 فالضرورات تبيح. يعني هنا مثل هذا الأمر يعني حينظر إليه من باب الضرورات تبيح المحظورات، وهنا في هذه الحالة فتكون الضرورة مقدرة بقدرها. الحديث الذي يلي ذلك وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنده جلد، عنده قوة في العبادة. نعم، الصحابة رضي الله عنهم الجيل الأول ده جيل فريد، ودائما الجيل الأول يعني بيكون لهم من السمات ومن الفرائض ومن التقدم ما ليس لغيره، والفضل للمتقدم، والفضل للمتقدم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم على سور، في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فإذا الجيل الأول كان عنده من حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاجتهاد في العبادة ومن بذل النفس والمال ما لم يكن عند غيرهم من الأجيال، ولذلك صح فيهم قول القائل: قوم لم تكتحل عين الزمان بمثلهم. يعني لا يمكن أبدا أن يكون هناك جيل كجيل الصحابة رضي الله عنهم، جيل بالكامل لا، قد يكون بعض الأفراد على بعض الصفات لكن ليس جيلا بالكامل كما كان الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هؤلاء مختارون، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان من 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 اجتهاده في العبادة قال: لا أقومن الليل لا أصومن النهار، يعني لا أفطر، والمقصود بذلك صيام إيه؟ صيام الدهر. لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، يعني هو نوى صيام الدهر وقيام الليل وقيام الليل كله. طيب، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مين هناك واحد أخبر ولا؟ طيب، وهل معنى هذا إن الصحابة كان كل واحد يسمع كلمة يروح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتيني أحدكم فيبلغني يعني لا يأتيني أحد فيبلغني عن فلان شيئا فيعني فيتغير قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا المعنى، لكن كان يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التي يترتب عليها أمور عظيمة ومفاسد. فلما قال عبد الله بن عمرو ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من حيث الصحابة رضي الله عنهم على بعضهم بعضا، وعلمنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على بعضهم بعضا حتى كانوا يحرصون على الأموات منهم. يعني فلما سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا في أحد ولم يكن ثم تحريم للخمر، ونزل تحريم الخمر بعد ذلك، ونزل قول الله جل وعلا في المائدة: ليس على الذين قالوا فما بال إخواننا الذين ماتوا وفي أفواههم الخمر. فنزل قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبين الله جل أن هؤلاء على البراءة الأصلية،
وأن هؤلاء لا يؤاخذون على مثل هذا، لأنه نزل بعد ذلك، نزل التحريم بعد ذلك. فالمهم أن الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعاجله بالكلام، وإنما تبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو من الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه. حين تبلغ عن فلان شيئا فلا تتسرع بالحكم على 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 فلان، وإنما الأول تتشبت من البيان. صحيح إذا جاء البيان بالعدل صدق، نعم، وأن الفاسق يعني هو الذي يتبين، لكن يعني الأصل هو أن يتبين الإنسان. قد يكون في النقل في شيء خطأ، قد يكون هذا من فهم ناقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أنت الذي قلت ذلك؟ تأكد، تثبت. فقال فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد 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 قلته، وفدنا النبي يعني وفدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ومسألة تفدية النبي صلى الله وسلم عليه بالأبي والأم حيين أو ميتين جائز ومشروع، وفيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حقه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني فديتك بأبي وأمي. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني فدى سعدا رضي الله تعالى، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يوم أحد حين كان يوم المشركين عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يناول السهام ويقول له يعني ارميهم يعني بأبي أنت وأمي، يعني النبي ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأحد غير سعد رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في موطن كان يعني يزود عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويزود عن حياض الدين، فكان في أمر جلل. ففداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ارميهم بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسنهم معلما وما أحسنهم ربيا ومرشدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فلم يقل كيف تقول ذلك وكيف تفعل ذلك. لا، ليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: فإنك لا تستطيع ذلك، فإنك لا تستطيع ذلك، هذا الذي قلته لا تستطيع، يعني أن تصوم النهار ما عشت. طبعا هذا الكلام لن يتم له. لماذا؟ لأنه حيتعرض لأيام يحرم فيها الصيام، ولا لا، لن يصوم العيدين ولن يصوم أيام التشريق. نعم، وكذلك صحته هتضعف عن ذلك. ثم إن كما ذكرت لكم هو هل تعبد الله جل وعلا الناس بالصيام فقط، فيكون الصيام فقط، ولا الصيام ده معه العبادات؟ فإذا بذل جهده حتى لو كان يستطيع كما كان يظن عبد الله بن عمرو، نعم، وسيأتي إن شاء الله إنه ندم على هذا الفعل بعد ذلك كما عند البخاري وعند مسلم. نعم، فهو حيؤدي إلى التفريط في غيره من العبادات. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. نعم، ونم وقم. ولذلك لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صام الظهر ولا قام الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، كان إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، نعم، ولم يكن كذلك يصوم الدهر أبدا عليه الصلاة والسلام. وقال لذا قال له بأن هذا هو التوسط، وقال عليه الصلاة والسلام: القصد تبلغه. الإنسان المقتصد بيبلغ، أما الإنسان الذي يعني كالمنبتة اللي هو يجهد دبته في السير جهدا كبيرا، فلا يعني زهرا أبقى ولا أرضا قطع، فهي حينقطع بلا محالة. نعم، فلذلك قال: فصم وأفطر ونم وقم. وصم من الشهر ثلاثة أيام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، نعم، فذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. طيب حط على الجملة دي علامة، لأن احنا هنستعمل الجملة دي هتستعمل في من أجاز صيام الظهر، هيستعمل مثل هذه الجملة.
وذلك مثل صيام الدهر. إذن مثل نصحه بصيام 3 أيام، وكما سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك بصيام 3 أيام من كل شهر. والثلاث أيام جاء في توضيح هذه الثلاثة، 13 و14 و15 من الشهور الهجرية، كما ثبت الحديث عند أهل السنن. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. هو عبد الله بن عمرو عنده قوة وعنده جلد، قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يومين. طيب، قال فصوم يوما وأفطر يومين، يعني صوم يوم ويومين تفطر. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. طبعا عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم هنا نظرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة يعني دائمة، وعبد الله بن عمرو نظر إلى النهاردة، هو اليوم شاب قوي فتي، فهو يظن أن الأيام ستدوم له على 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 مثل هذه القوة والشباب، والشعر يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل، فأخبره بما فعل المشيب. فالمشيب له فعل في 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 الأجهزة، ولو فعل في النظر، ولو فعل في القوة. ولذلك تمنى هنا الشاعر المستحيل ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وعمل فيه أي في المشيب ده، وأضعف سمعي وأضعف بصري وأنهى قواي. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم قوتنا وسمعنا وأبصارنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا. قال فإني لا أطيق، أكد المعنى بهذه المؤكدات الجملة الإسمية وإن واللام الداخل على الخبر، إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، ذلك صيام نبي الله داود، هذا النبي الله داود الذي كان واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، قوة في عبادة الله سبحانه وتعالى، والمؤيد من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك كان خفف على داود قراءة القرآن، فكان يأمر بأن يسرج له فرسه، فكان يقرأه إلى أن يعني يقرأ الزبور حين قبل أن ينتهوا من فرسه، خفف عليه قراءة. أسأل الله جل وعلا أن يخفف علينا وعليكم يتلوة القرآن، كما الحديث ثابت في الصحيح. قال هو أفضل، قال فذلك فصوم يوما وأفطر يوما، ذلك فذلك صيام داود عليه السلام. وإذا دل على أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا فهو شرع لنا، وحينا إذا شرع من قبلنا، بس اضبط هذه القاعدة، شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا على وجه الإقرار فهو شرع لنا، يعني وهذا معناه أنك لا تأخذ الشرع من الكتب، لا، شرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا وجاء على صيغة الإقرار به فهو شرع لنا. ولذلك هناك شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، يعملون لهم ما يشاء لسليمان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرصيح، تماثيل محرم بإجماع العلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني ورفع أبوي على العرش وخضوا له سجدا، هذا غير مشروع، كان السجود في زمن يوسف عليه السلام ويعقوب من باب التحريم، لكنه غير مشروع في هذه الأمة. قال هو أفضل الصيام. فقلت حتى صيام يوم ويوم، على فكرة صيام يوم ويوم ده أصعب من صيام الظهر، يعني اللي يجابه بهذا الموضوع صيام يوم أصعب، إنك لما تسعد الصيام، ولذلك أنت في رمضان لا تكاد تحس بالصيام، لسرد الصيام، سرد الصيام أنت ما عندك أمل، كل الأمور عندك صيام، حيمر على بتاع الفول يقول له ان شاء الله هتيجي المغرب ان شاء الله، مش عارف يعني يغازله الفول ونحو ذلك، لا ان شاء الله المغرب. فلك الصيام يوم ويوم، هذا ايه شديد. قال وذلك افضل الصيام، فقلت اني لا اطيق افضل من ذلك. فقال عليه الصلاه والسلام لا افضل من ذلك، شو هناك افضل من كده، وهذا يدل على ان هذا هو افضل الصيام، وان صيام يوم ويوم افضل من صيام الظهر. لماذا؟ إنه مثلاً قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يعني 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 لا يعني هذا هو أفضل الصيام وأعدل الصيام. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الظهر، يعني نصف الظهر، فصوم يوما وأفطر يوما.
وفي رواية عند البخاري لما وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وفي رواية عند البخاري جاء تشديد عليه على عبد الله بن عمرو، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصوم الضوء فقال لي قال عليه الصلاة والسلام عند والرواية عند البخاري رواية البخاري يعني معلقة مجزوما بها لا صام ما قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد. وهذه وجهها العلماء بماذا؟ وجهوها بماذا؟ وجهوها بعضهم يقول هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعى على من صام الدهر، لأن هذا يدل على أن صيام الدهر غير مشروع. فالعلماء اختلفوا لهذا الحديث، نعم اختلفوا على هذا الحديث في مسألة صيام الدهر. طبعا الحديث دل عليه على أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند البخاري يقول ولا يفر إذا لاقى. إيه علاقة ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر هنا عن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، هنا يعلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ويعلم الأمة إن, 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 إن هذا الصوم على داود لم يضعفه عن الجهاد في سبيل الله، ولذلك كان من عادته أنه كان يستعين بهذا الفطر على القتال في سبيل الله، ولذلك كان لا يفر إذا لاقى. ولذلك إذا تعارض الصيام مع مصلحة الجهاد قدم الجهاد على مصلحة الصيام. صحيح أنه كما سيأتي بأن إذا جمع بين الاثنين جمع بين المعالي من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار بعد الله وجع النار 70 خريفا، لا طب هذا إذا كان يستطيع عنده قوة، أما إذا كان يتعارض مصلحة الجهاد مع الصيام بقدم الجهاد يقدم لعظم ما يترتب عليه. إذا قال له ولا يفر إذا لقى حتى يعلمه إنك لو صمت الظهر حتضعف، وأن الله جل وعلا لم يتعبد الناس بالصيام فقط وإنما تعبدهم بالصيام وغيرهم من العبادة، كما قال الخطبي ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالخطبي يقول إن الله لم يتعبد الناس بالعبادة بالصوم خاصة، وإنما تعبدهم بألوان من العبادات، والمشروع عن العبد أنه يأخذ يقوم بجميع هذه العبادات، ولذلك القصد حتى يستطيع القيام بهذه العبادات وليأخذ بعبادة. ثم ما هو لو قام الليل كله وبعد ذلك يعمل ايه؟ هينام النهار كله، هي يصلي طول الليل وممكن يصلي يضيع عليه صلاه الظهر ولا لا، ولا يجلس بعد الفجر، يقول والله انا اصلي طول الليل، فيضيع الجلوس بعد الفجر الشروق ويضيع صلاه الضحى، ممكن يضيع صلاه الظهر ايضا، وقد ينام الى العصر. وبعضكم طبعا بيشهد على ذلك في مساله في العشر الاواخر من رمضان، كيف ان الناس في مثل هذا يبقى النوم يعني سيد الأمور في هذه الحالة. في النهار أغلب النهار عايز ينام، المسألة ليست أجازة، لكن على كل حال إذا كان هذا مشروعا في العشر الأواخر فليس مشروعا في غير ذلك، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن العلماء هنا اختلفوا في مسألة صيام الظهر، فذهب يعني أحمد رحمه الله تعالى وهو رواية كذلك عن إسحاق، نعم استدلوا على وهو قول الظاهرية في المسألة، ذهبوا إلى وكذلك يا ابن خزيمة وابن المنذر ذهبوا إلى مسألة إلى أن صيام الظهر ممنوع، أنه لا يجوز صيام الظهر، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا نهي صلوات الله وسلامه عليه عن الزيادة، كده لما قال له إني لأطيق أفضل من ذلك فقال إيه؟ قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صيام فوق صوم أخي داود عليه السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل عليه على النهي، هذا خبر يراد به معنى إيه؟ خبر يراد به النهي. ثانيا أمره صلوات الله وسلامه عليه قال صم وأفطر ونم وقم، إذا صم وأفطر هذا يدل عليه على أن هذا هو المشروع. ثالثا دعاؤه عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، الحديث عند البخاري في صحيحه. والعلماء في توجيه هذه الجملة منهم من يقول بأن هذا دعاء لا صام من صام الأبد، ومنهم من يقول أنه ما صام ما يعني من صام الأبد يعني ليس له صيام،
ليس له زيان كما قال جل وعلا. هنا دلالة على إيه؟ على التهوين من فعل ذلك. فقال تعالى فلا صدق ولا صلى. إذن بهذه الأدلة استدل بها الفريق الأول على 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 تحريم صيام بالظهر، واستدلوا كذلك بما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يصم في هذا الحديث، قال لم يصم ولم يفطر، اللي هو يعني اللي هو من صام الظهر لا صام من صام الأبد. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن الترمذي يقول لم يصم ولم يفطر. وابن أبي شيبة يروي بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن عبد الله بن عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا يصوم الظهر فعله بالدرة، الدرة بكسر الدال، فعله بالدرة العصا في يده، وقال له كل يا دهري على وجه الإنكار عليه. القول الثاني في هذه المسألة هو استحباب صوم الظهر، وبيقول جماهير العلماء الجمهور يقول باستحباب صوم الظهر. نعم، لمن قوي عليه ولم يفوت عليه حقا من حقوق الله جل وعلا أو حقا من حقوق الناس. هم ضبطوا، يعني الجمهور لما قالوا لما ذهبوا إلى استحباب الصيام الظهر ذهبوا إلى ذلك بهذه القيد، إذا قوي عليه ولم يضعفه عن حق من حقوق الله أو عن حقوق الناس الذي وجبت عليه. طيب استدلوا على ذلك بأدلة، منها قال وصم من الشهر 3 أيام، نعم، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الظهر. قالوا إنه لو كان صيام الظهر غير مشروع لما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فذلك مثل صيام الظهر. وكذلك استدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الظهر. قالوا إنه كيف يشبه أمر مشروع بأمر غير مشروع، فدل ذلك على صيام الظهر. واستدلوا ببعض الآثار عن بعض السلف بأنه كان يسرد الصيام، منها الحديث الذي مر علينا في كتاب الصيام، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، ففي بعض روايات صحيح مسلم قال إني لأسرد الصيام. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فقال فاستدلوا بهذا على جواز أيضا صيام الظهر، وحملوا حديث عبد الله واستدلوا كذلك بفعل بعض السلف انه كان يسرد الصيام، وبفعل بعض الصحابه، وحملوا حديث عبد الله بن عمر على ان هذا يخص عبد الله بن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه لا يقوى على 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 ذلك. هذه ادله الجمهور. ولو تفحصنا هذه الادله بنظره فاحصه، فالدليل الأول الذي استدل به الجمهور هو على مشروعية صيام الظهر هو التشبيه، وذلك مثل صيام الظهر. فالتشبيه لا يلزم التشابه من جميع الأوجه، نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضارون في رؤية القمر، يعني ليس دونه سحاب، قالوا لا، الشمس صحوة ليس دونه سحاب، قالوا قال فإنكم تضارون ربكم بذلك. التشبيه فقط في العلو، لكن لا يلزم التشبيه من جميع الوجوه، نعم، لا يلزم التشبيه من جميع الوجوه. فمسألة استدلالهم وذلك مثل صيام الظهر، لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنك لو أردت فضل صيام الظهر فهذا هو الفضل، تستطيع أن تحصل هذا الأمر، لكن لا يعني ذلك بأن صيام الظهر يا مشروع، لأن التشابه بين أمرين لا يعني التشابه من كل الوجوه، فلا يستدل بذلك على أن صيام الظهر هي مشروع. وأما حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه فإنه قال إني لأسرد الصيام، وهل يلزم من كل من سرد الصيام أن يصوم الظهر؟ لا يلزم. هو كان يسأله عن ماذا؟ عن الصيام في السفر، فقال الرسول إني لأسرد الصيام، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. لكن هل يلزم من كل من سرد الصيام انه يصوم الظهر؟ طب ما احنا الواقع يشهد بخلاف ذلك.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يصوم حتى نقول ما يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم، هل صام الضوء؟ يبقى كان يصوم الصيام ولا لا؟ إذن مسألة سرد حمزة بن عمرو الإسلامي الصيام لا يستدل به كذلك على صيام على يعني على صيام الضوء. وأما ما قالوه إن هذا الحديث يخص عبد الله بن عمرو فالأصل هو عدم الخصوصية، والأصل هو عموم التشريع، ودل على عموم التشريع يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم يقل إذا يا طلقت النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم ولا لك. إذن هذا يدل على عموم التشريع، فالذي يقول بأن هذا يخص عبد الله بن عمان رضي الله تعالى عنه لا، الأمر فيه هنا هذا الأمر هو الحديث لعبد الأمر لعبد الله بن عمان ولغيره من عموم الأمة. إضافة على ذلك قوله عليه السلام لا صام من صام الأبد، ها، وقوله لم يصم ولم يفطر، إذن كل هذا ولم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك القول الأول هو الأوجه في هذه المسألة. لكن العلماء يرون أن مسألة صيام الدهر هنا يسمونه بالكراهة ولا يسمونه إيه؟ ولا يسمونه بالتحريم، لأن مسألة سرد الصيام واردة ولن كان بعض أيام الدهر. وطبعاً اللي هيصوم الدهر مش هيستطيع أن يصوم الدهر لأنه في عنده صيام، هناك أيام لا يستطيع أن يصومها، أي يوم أيام العيدين وكذلك أيام أيام التشريق. إذن الشاهد أن القول الأرجح هو القول الأول، وأن أفضل الصيام وأنه ليس هناك أفضل من الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. والحديث هنا أيضا فيه دلالة على منع التشديد على النفس، وأن التشديد على النفس قد يضعف العبد عنه، ولذلك ندم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيح أنه لم يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى المستقبل، وعبد الله بن عمرو كان ينظر إلى أنه لأنه لم يستطع أن يكمل ما كان يكمله عندما كبر سنه ورق عظمه، لم يستطع أن يفعل ما كان يفعله في الشباب، فلذلك ندم في آخر عمره يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يداوم على الأعمال التي كان يعملها. نعم، الحديث دلالة على يعني كراهة يعني صوم الدهر، وعلى أن الإنسان لا يأخذ نفسه بالتشديد وإنما يأخذ نفسه بالقصد، ولكن قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر وقم ونام ونام وقم ونام وقم أو يعني فإذا المسألة يكون فيها التوسط بين هذا وبين ذاك، إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وعن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى يعني هما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام أن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. طبعا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذه أفضل صفة العبادة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والسؤال هنا هل إذا كانت هذه أفضل صفة للعبادة لماذا لم يفعل؟ هل ثبت أن مسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما؟ ما ثبت عنه عليه السلام. طب وقيامه كان مخالف لقيام داود. نعم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. أحيانا مسلم كان يقيمه ثلثي الليل، وإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، كان يفعل هذا، هذه أحواله عليه الصلاة والسلام وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. والسؤال كيف نجمع بين هذا وذاك؟ البعض هنا لما العلماء يقول إذا تعارض القول مع الفعل فالقول مقدم على الفعل، فلذلك يقدموني إن الأصل في هذا أن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإن أحب الصلاة إلى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فالعلماء هنا يتكلمون في هذه المسألة،
هنا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يترك الفاضل يتركه لعلة عليه الصلاة، وهو لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجد الأمة بعده. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما وددت أن أتخلف عن سيئة تغسو في سبيل الله، ولكن يعني ولكن أشق على أصحابي أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوق إليه عليه الصلاة والسلام إنه لا يتخلف عن سيئة تغزو في سبيل الله، أليس هو قال والذي نفسي بدي لو وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو في سبيل الله ثم أقتل 10 مرات صلى الله عليه وسلم عليه. طيب ألم يقل عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة؟ الحديث ثابت في الصحيح ولا لا؟ ثابت. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع عمرات الاعتمار لم تكن في رمضان واحدة منه، فلماذا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا يقول العلماء هنا هذا في من التيسير على الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل مثل ذلك لاجتهد الناس في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحاولة، وهذا كان يشق على الأمة جدا عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة بذلك لكنه فعل صلوات الله وسلامه عليه طبعا، وهذه مع هذه القرينة هذه أفضل الأحوال، مع هذه القرينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العابدين وعبادته عليه الصلاة والسلام أفضل من عبادة داود عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما قال الله هو أرفع العباد منزلة عند الله جل وعلا وأتقاهم لله وأخشاهم لله عز وجل. نعم، وهو وله المنزلة والوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أقرب مكان في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه السلام إذا سمعتم مذ فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. إذا الذي يظهر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تخفيفا على 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 على, على الأمة ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عندما كان يصلي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وحين يصلي بالناس إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة. ومعاذ رضي الله عنه لما طول في الليل قال أفتان أنت يا معاذ عليه الصلاة والسلام. إذا لهذا المعنى هذا نوجه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل ذلك رحمة بالأمة وتخفيفا لها. ولذلك نقول بأن هذا هو أفضل الصيام، ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كذلك هو على خير، هو من أفضل الأحوال أيضا لتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وليتأسى بالقول تأسى بسنته، وليتأسى بالفعل تأسى بسنته ولا لا تأسى بالجميع، فالسنة هي تشمل السنة القولية والفعلية والتقريرية صلوات الله وسلامه عليه. طيب والحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنت عندكم لسه في متسع ولا شخصية بينظر للشخصية ده دائما بيحب تخفيف عنكم والله مش عارف بدأ الباب ما شاء الله لا قوة إلا به، في بركة كبيرة جدا الكتاب الصيام ها نفعت الكتاب في 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 بركة كثيرة جدا، كل ما هو الشاهد أنه ينتهي ما ينتهي معي بعد في الآخر ألوم نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ها الشيخ سيدي شفع لكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.